انت الفريلانسر اللي يتكلم عن الشباب؟ ايوه. عندنا مشروع بسيط نبغاه في دقيقة. بس هذا يبغى له ميزانية عالية. عالية آمالك طموحاتك، ايوه هذه عالية. اما فلوس ترى وسخ دني. حبيبي انا ما جمعية خيرية. لما ترسل لي العمل ارسل لي اياه اوبن فايل. اي اوبن فايل؟ انت ايميلك ما تعرف تستخدمه. اريد العمل يوصلني امس قبل اليوم. والدفع بعد خليه امس قبل اليوم. ويوم تجيب لي اياه العمل جيب لي اياه في فلاش. ما تبغى بعد اسوي لك اغاني منوعات في الفلاش؟ اريد العمل يكون اوت تو ذا بوكس. انت تعرف ايش معناته اوت اوف ذا بوكس؟ عندنا تعديل. احنا ما بدينا الشغل. بعد عندنا مقابله 3 ساعات، اذا تقدر تحط لي 10 ثواني ريل بيكون فنان. ما كانك زودتها شويه. ابى الفيديو يكون حل انستغرام تيك توك وفيسبوك. بعد حل جروب الشماق ما تبغى؟ عشان تعرف لازم الحين. زين متى نحصل الموافقه؟ يا عميل ان شاء الله ان شاء الله قريب. نفس الطلبات، نفس الاسئله، نفس الجمل. حاول تراعي، حط نفسك مكاننا. مبروري عنك انك تضحك. بنزيد 10 ريالات في الكوت.